واو، بصوا كليتر ازاي ويونيكورن بو. اوبا، اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا بقى النهارده جبت لكم معايا ايه. ايه ده؟ الله، ده سلايم كليبري باللون الفضي الذهبي، شكله حلو قوي قوي قوي. ومعانا هنا كمان ايه، يونيكورن. ايه ده؟ والله هنفتحه بقى ونتفرج عليه. جبت لكم النهارده معايا 5 سلايم وكليبري، هنفتح كل واحد منهم ونتفرج عليهم. معانا هنا ده اول واحد بالبيتر لونه ذهبي. بصوا بيمط ازاي. ايه ده بيمط خالص، وده عامل زي الايه، سلايم. اوكي، كليبري فيه نقط جليتر ذهبي كده، شكله حلو قوي. وبصوا بيمط كمان، لونه شفاف. اول لما نوريه صحابنا ايه ده هيستغربوا جدا ان هو كمان شفاف وفيه جليتر ذهبي. لا شكله حلو جدا وشكله غالي قوي. اوكي، تحس ان هو شكله ذهب بجد اصلا. اوكي، وبصوا الذهب اللي فيه شكله جامد ازاي. الله، اهو بيمط كله كويس قوي. بقدر ان انا اشكله واقطعه، بيبقى ستيكي كده، بس مشكلته ان هو بيسيح شويه، فممكن يقع كده على ايدينا. بس نغسل ايدينا كويس بعد ما نستخدمه. بس احلى حاجه ان احنا ممكن نشكله بالطريقه اللي تعجبنا. لا كان فكرته حلوه جدا وجامد قوي الصراحه. اللون الذهبي عجبني فيه باللون الشفاف اهو، زي ما انتم شايفين. بصوا شفاف ازاي بعد ما شلت كل الذهبي اللي فيه. الله، اوكي كده شكله فعلا حلو قوي. كده بقى لعبت بيه واتفرجت عليه. نفتح بقى تاني واحد معانا نشوف بقى دوت ايه، سلايم. اوكي، هنفتحه فيه اللون الايه، البينك والاصفر والازرق اهو. بصوا بقى فتحناه كده وهنطلعه بقى كده. شفتوا شكله جامد ازاي؟ ايه ده؟ بصوا ده عامل زي الكيس كده، بيتفعص نشف شويه، مش طري زي الاولاني، كليبري كده وشفاف. وبصوا بيمط بقى كده معايا. الله، لا ده شكله حلو قوي اهو. بصوا بقى اللون الاصفر اللي فيه، تحس انه عامل زي البالونه، وكمان بيتقطع عامل زي البالونه لما بنيجي نمسكها. الله، بصوا وعمال احاول بقى ممكن اشكله على شكل كوره اهو، العب بيه بقى. وبعدين نفتح هنا بقى معانا يونيكورن بو. هنفتحه بقى كده. الله، شفتوا شكله جامد ازاي اهو. بقى بصوا ده كمان لونه ذهبي. ايه ده؟ وفي كمان كليتر فضي فيه، شكله حلو قوي اهو. بصوا عاملين بقى نفعص فيه كده، بيتفعص بمنتهى السهولة وبيمط كده بقى كمان. الله، شفتوا ده شكله حلو قوي، هو بيتمط بقى كده كويس قوي اهو. دوت بقى لونه بامبا الصراحه، مكتوب عليه يونيكورن بو، يعني كوكا بتاعت اليونيكورن. بس الصراحه هو عامل زي كمان كليبري كده، يعني وشلايم ناشف ماسك نفسه، وعجباني جدا الريحه بتاعته. الله، شكله حلو قوي 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 اهو. هنحطه بقى كده على جنب، نكون كده اتفرجنا على 3، فاضل لي 2 كمان. بص هنا شكل البوني اللي عليه. الله، بس مكتوب عليه يونيكورن بو، ده التويلت بتاعه. ادينا كده بقى فتحنا 3، فاضل لي كمان 2. هنمسك بقى ده. ايه ده؟ بصوا على شكل بيضه لونها ازرق كده، يا ترى فيها ايه من جوه؟ اهو بصوا، نحاول بقى ان احنا نفتحه كده. الله، ده سلايم لونه ايه، ازرق.
في جولد، في ذهبي. واو، لونه فعلا حلو قوي، وبيتمط بقى كده كمان معايا. الله، شكله حلو قوي، انا عجبني جدا جدا الشكل بتاعه. اوه، ده كمان كورة، ممكن بقى ان هي تنط كمان. الله، بصوا، وكمان بينور بقى كده، بيلمع، لونه حلو قوي اهو. انا الصراحة عجبني جدا اللون الجليتري بتاعه، لا بيمط معايا بطريقة جامدة جدا. وكمان معانا بيضة تانية منه، هي نفس الكورة بس اللون الذهبي فيها اقل. فمعانا هنا بقى بيضتين من الكور بتاعت السلايم كليبري اللي بينوروا، كلهم الصراحة شكلهم حلو قوي. فاضلي بقى كده اخر واحدة معانا، وهنا بقى ايه ده، بصوا ده عبارة عن ايه، زي قلب كده بندوس عليه يطلع لي سلايم من جوه كليبري، برضو شكله جامد قوي. بصوا الكرة دي فظيعة، الله، واو، لا ده شكله جامد قوي. انا عن نفسي عجبني جدا جدا القلب الفظيع ده، عجبوني الصراحة جدا الخمسة السلايم وكليبر اللي انا جايباهم. اتمنى يا صحابي ان هم يكونوا عجبوك، قوليلي بقى في الكومنتات رأيكم فيهم الصراحة. اكتر واحد عجبني الذهبي، اول واحد اللي انا فتحته، ولا تاني واحد اليونيكورن، ولا البتين، ولا القلب، ولا اللي هو عامل زي البالونة. انا دول اكتر ثلاثة مفضلين عندي، قوليلي بقى في الكومنتات رأيكم فيهم ايه احسن واحد عجبكم. وبليز منسوش ان انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. وحشوني يا أصحابي، باي باي.